زي فكرة انتقلت يعني زي ما انت قلت من ألمانيا، بس هي احنا مش تبع يعني ألمانيا أو كده. لا انا طبعا انتوا تبع هنا، انتوا بلاك بلوك مصر، هي بلاك بلوك مصر. هي الفكرة يعني احنا لأنها كويسة وكده، فقلنا يعني بدل الظلم دوت اللي احنا شايفينه فناخدها منهم، ناخد الفكرة دي. خدتوا الفكرة دي؟ يعني انا عايزة افهم بس نقطة، هل انتوا برضو اعتراض على انه مسألة الاعتراض السلمي مش جايب، يعني مش جايب نتيجة، فانتوا شايفين انه لازم يتم تصعيد زي حركات البلاك بلوك في العالم؟ ايوه هو تصعيد، ومنه ان احنا يعني بقالنا سنتين بنتظاهر سلمي، مفيش اي مقابل. يعني احنا بنتظاهر، في ناس بتموت وفي شهداء وناس بتروح، وبرضه مفيش حكومة، مفيش رئيس، مفيش اي حاجة. مجموعة حاجات نسبت لكم خلال الفترة اللي فاتت، قطعتوا كباري، حاولتوا تحرقوا أماكن، حاولتوا تعملوا حاجات كتير قوي، الكلام ده جزء من التصعيد؟ لا لا، ده في بعض يعني بعض الناس بيلبسوا نفس اللبس دوت، يعني زي ما تقولي بلطجية، معرفش احنا ممكن فهم اللي ممكن بس يحرقوا كل حاجة احنا عاملينها محطوطة على البيدج على الفيس موجودة، كل حاجة اللي كل هي حاجة ايه احنا بقى؟ بنعملها بننزل مسؤوليتها. انتوا بتعملوا ايه؟ عايزين تعملوا ايه؟ يعني فكركم وطريقتكم عايزين تعملوا ايه؟ عايزين تغيير، بس تغيير من يعني احنا دلوقتي الداخلية هي يعتبر عصاية في ايد الرئيس او المسيطر على الداخلية، فاحنا مشكلتنا مش مع الداخلية، احنا مشكلتنا مع كل حاجة بتعمل القمع، الظلم. احنا ضد الظلم وضد القمع بأي اتجاه، داخلية، ميليشيات، اخوان، اي اتجاه. بالنسبة لكم عايزين، يعني انتوا عندكم سعادة تواجهوا ميليشيات الاخوان؟ احنا يعني احنا اتكوننا عشان ميليشيات الاخوان اللي هي سلاح في ايد الداخلية، في ايد الرئيس، في ايد النظام، في ايد الجماعة، فاحنا اتكوننا عشان ندافع عن الشعب من الاخوان. يعني انتوا الفكرة بدأت تبقى موجودة عندكم لما لقينا ميليشيات في الاخوان، بعد الاتحادية او اثناء الاتحادية، بالظبط، نتيجة انكم شفتوا ان الميليشيات بتاعت الاخوان مسلحة، مسلحة ومدربة مدربة. ميليشيات. طب انتوا مدربين؟ لا احنا بس بنحاول نستخدم الحاجات اللي في ايدينا، يعني دلوقتي اللي هي ايه؟ يعني عصاية بيسبول اللي عصاية بيسبول. بس ما فيهاش يعني طاقات نارية حي. تستخدموش رصاص؟ لا لا تستخدموش رصاص خالص؟ لا، يا بس حاجة احنا مش ميليشيات عشان نعرف نجيب الرصاص. يعني انتوا فقط بتستخدموا؟ طب قولوا لي تفاصيل اكتر، يعني عايزين نعرف تفاصيل اكتر. ما هو مش هينفع، يعني ايه مش هينفع؟ يعني مش حاجات سرية. لا انا بتكلم بس على الاليات اللي انتوا بتشتغلوا بيها، لا مش فيها آليات، سلاح؟ لا حاجات يعني حاجات زي طب حاجات هتواجه، طب بدائية انت ما معكش سلاح هتواجه ازاي الميليشيات المسلحة بتاعت الاخوان؟ زي ما واجهناهم في الاتحادية برضه. انتوا اللي واجهتوهم في الاتحادية، بس كان واضح ان كانت الغلبة ليهم، يعني ولا كانت الغلبة ليكم؟ هو في الآخر الحق هو اللي هينتصر. عددكم قد ايه؟ مش كبير عشان هو احنا احنا مش عدد، اصل احنا مش بنتجمع ونقعد ونعد نفسنا كده. ايوه يعني بتتفقوا انكم مع بعض ازاي؟ هو احنا اولا طريقة الانضمام ما تبقاش احنا قاعدين وواحد يجي يقول لنا عايز انضمكم. طريقة الانضمام بيبقى واحد بيشكل مجموعة من ناس بيثق فيهم، وبعد كده بيبدأ يجهز ادواته اللي هيدافع بيها عن نفسه. بعد كده بيبعت لنا الادوات دي، وهو مجهز فرقته كل حاجة، واحنا بنشوف على اساسها ممكن يدخل او ممكن ما يدخلش. طب التحرير انتوا كنتوا مسؤولين عن حاجه فيه امبارح؟ لا لا ولا ولا لا تعليق؟ لا تعليق. لا تعليق. انتوا امبارح كان لكم اي فعاليات في اي مكان؟ لا تعليق. موجودين في كل المحافظات؟ مش كلها عشان العدد، يعني احنا بادئين الفكرة ديت، يعني مش ما ظهرناش من زمان قوي. يعني معاكم ناس في اسكندرية احنا عرفنا، يعني يمكن اسكندرية أول محافظة تنتظم فيها مجموعات، ده صحيح؟ لا تعليق برضو؟ مستهدفين المحافظات كلها؟ عايزين محافظات نحاول ثورية. نكبرها عشان محافظات الثورية. طيب كان في تهديدات؟ بدأ يظهر تهديدات ليكم؟ أكيد. مباشرة ولا عن طريق ولا آخر تهديد جالكم من مين؟ لا دي لا لازم نعرف.
لا دي ما ينفع، ها برضو. ما ينفعش. طيب في ناس بتقول ان احنا الكلام ده لازم يوقف فورا، دي ناس لابسه ماسكات ما نعرفش هم في مين. احنا عايزين نقول برضو للساده المشاهدين ان احنا في دخول الاخوه الافاضل كان عندنا مشكله، لانه ما ينفعش يخشوا بطاقات، ما ينفعش يكشفوا وشهم، فاحنا ماضيين على دخولهم بنفسنا على مسؤوليتنا الشخصيه يعني. فلان احنا كنا عايزين نوضح مين هم البلاك بلوك، يعني مين هم. ما ينفعش ابدا يبقوا موجودين في الشوارع واحنا ما نعرفش مين هم ولا عايزين يعملوا ايه واهدافهم ايه، علشان نعرف نتعامل معاهم معامله سلميه ولا معامله بالعنف، ولا دول عايزين يوصلوا لايه بالظبط. عشان لو كان ده شكل من اشكال الاعتراض زي البلاك بلوك في العالم، يبقى اذا ده شكل من اشكال الاعتراض لابد ان هو يتم التعامل معاه ايضا بشكل من اشكال التعامل العادي، كانه حركات من امتداد للحركه الثوريه، ولكن بشكل من اشكال العنف، وليس مثلا عصابه ولا مجرمين ولا بلطجيه، لان في دلوقتي بيتقال ان دول بلطجيه بس حاطين قناع على وشهم. لا هو احنا تكتيك، مش حركه ولا حزب ولا بلطجيه. جميل. يعني شباب كلكم؟ اعمار؟ لا مش اعمار. قد ايه؟ من كام لكام؟ هو اكيد يعني مش هناخد اطفال يعني معانا، يعني شباب حتى. اعمار ايه يعني؟ مثلا عشرينات وطالع كده يعني وطالع. طيب انت بتقول انه مفيش، ما بناخدش اي حد يجي، صح؟ طب ايه اللي يعرفك ان ما يندسش حد بينكم وتتعمل اعمال تخريبيه باسمكم؟ يعني يتم اعتراض ناس في الشوارع باسمكم، يتم قتل ناس في الشوارع باسمكم، يتم تدمير منشآت باسمكم. لا هو احنا عندنا بيدج على الفيس بنعلن عليها كل حاجه احنا عملناها، وهي دي يعتبر المتحدث الرسمي لينا. يعني اي حاجه، اي حاجه، اي حاجه مش محطوطه على البيج مش تبقى مستعد. طب انت مقتنع انه تقدر تقنع الداخليه او تقنع الجهات اللي هي المؤسسات العسكريه في الدوله والجهات اللي هي الرسميه اللي هي يعني تستطيع حمايه الدوله سواء على المستوى الداخلي او الخارجي، ان مجرد ان احنا نصدقك عشان حاطط على الفيسبوك حاطط الصفحه بتاعتك؟ ما هو ما يعني انا ممكن جدا ناس بترتدي ماسكات سوداء ولابسه تيشيرتات مكاتب عليها بلاك بلوك او المجموعات السوداء او الفصائل السوداء، وتروح رايحه كده على مبنى زي متحف وتفجره، يقول لك اصل احنا فجرناه علشان كان في مش عارفه ايه، اي حاجه، اي حاجه يعني. ساعتها هتقولوا ازاي ان انتوا مش دول مش تبعكم؟ برد على الفيس، على البيدج على الفيس الفيسبوك. ايوه انا يعني شايفه انه بصوا، يعني احنا بنعرض دلوقتي يا جماعه ميليشيات الاخوان من ناحيه والبلاك بلوك من ناحيه على الشاشه. ميليشيات الاخوان اللي نزلت في الاتحاديه واللي بدانا نشوفها، وجنبها على طول البلاك بلوك في نفس الصوره. يعني ده اتجاه بتاع الميليشيات انه يستخدم مدنيين للعنف، وده اتجاه اخر بتاع البلاك بلوك انه يستخدم مدنيين برضو للعنف. من وجهه نظركم ده استخدام للعنف ولا الرد العنف؟ ده الرد فعل طبيعي للميليشيات جايه بتهاجم ناس مدنيين. ده ايه؟ ده رد فعل طبيعي، يعني ان الميليشيات تيجي وتخرب الخيام اللي كانت عند الاتحاديه، ده لازم يبقى في رد عليه. ايوه بس انا هنا بسالك سؤال، طب احنا كده هنخش في حاله من الفوضى، لانه انا متصوره انه ممكن جدا ينضم لكم عدد كبير من الشباب. في عدد كبير من الشباب شايف انه الاعتراض المدني او اسف الاعتراض السلمي قوي ده ما مش نافع، مش جايب نتيجه، فاحنا لازم نصعد. فاكيد الحركه دي هتستهوي شباب كتير قوي، بس في الاخر هتعرفوا تسيطروا عليها ازاي؟ هو احنا مش بنهاجم افراد، احنا بنهاجم ظلم وبنهاجم فساد. هو بنسيطر يعني كل احنا مش ملناش قائد او لينا، يعني احنا مش جماعه لينا قائد ولا مرشد، احنا جماعه يعني كل مجموعه ليها قائد بتاعها وبتصرفوا على حسب الظلم اللي موجود قدامهم. يعني انتوا دلوقتي، يعني انتوا دلوقتي بتتصرفوا حسب الحاله. يعني مثلا انت مثلا بلاك بلوك، مجموعه من البلاك بلوك او فصائل بلاك بلوك موجوده في شبرا، فلقت انه في هجمات على الاقباط في كنيسه، فبتتصرف على
وضع انها ازاي تقدر تشتغل على القصه دي في لحظتها، مش كده؟ وكمان عايز اضيف ان احنا مالناش، احنا مش حركه دينيه. ايوه فاهمه. او كنتوا واقفين في السويس فشفتوا الضابط خارج بسلاح آلي بيقتل مجموعه من الشباب، فبتتصرفوا على اساس الموقف. بتعملوا ايه بقى؟ بنجمع نفسنا وبنروح وبنقف. لو في تقتلوا، ما انتوا لو معكوش سلاح هتقتلوا. ما احنا بندافع بحاجات. بتحموا يعني ايه؟ يعني بنحمي الناس ديت. عايزه يعني بتدي على حاجه يطلع واحد يقتلهم، فاحنا بنحميهم. يعني الانضمام، واحد عايز ينضم يعني عايز مصلحه البلد ديت. احنا مش عصابه نروح نكسر ولا هنموت يعني ناس. احنا بنحمي الناس اللي هي رايحه يعني تهتف بحقها بمطالبها. ايوه بس انت دلوقتي بتعمل تصرفات فيها استخدام لعنف. استخدام العنف يعني انت بتستخدم عنف عشان انت شايف ان مصالحك بيتم الضرر عليها في الوضع اللي الناحيه الثانيه. طب الناحيه الثانيه برضو هتستخدم العنف لانها شايفه ان مصالحها هيتم التغول عليها منك، فاحنا نبقى عنف قصاد عنف. ناس سلميه مش يعني مش جايبه نتيجه. احنا بقى لنا سنتين سلميه ما فيش اي نتيجه حصلت. ايوه بس انت بتقول ان انتوا مش مسلحين. مش مسلحين تسليح، اللي هو مش تسليح تسليح. يعني لازم كل فرد يكون معاه يعني حاجه يحمي بيها نفسه. يعني هي اكتر الاسلحه اللي نقول عليها زي اسلحه عامله زي بدائيه يعني. حتى لو وكدا. بنعمل قنابل دخان بتبقى قنابل بدائيه. احنا لكم افلام موجوده ان انتوا بتعملوا مولوتوف وبتعملوا قنابل. بتعملوا بتصنعوا. طب ما هو يا جماعه احنا بس ما بنسترداش من الخارج حد يقول يوردونا عشان يعني بوظوا البلد او حاجه. يعني انتوا ما بتستوردوا، ما بيجيلكوش سلاح. ما بي... طب انت دلوقتي في مرحله اولى ما بيجيلكش سلاح، بس ممكن في مرحله تانية مع التصعيد تبقى عايز يجيلك سلاح. واحد يعني مش هنقبلها من بره. نعم مش هنقبلها من بره يعني. ده واحد عايز. لا انت هتضطر طالما انت واخد خط العنف هتضطر، لان انت وانت في خط العنف يبقى انت لازم يكون عندك اله قدام اله. آلة قدام آلة. أنت دلوقتي بتشتغل بعصاية البيسبول أو بتشتغل بملطوف صناعي محلي أو بقنابل دخان محلي، بعد شوية هتبص تلاقي اللي قدامك جاي له سلاح متطور، قاصفات صواريخ زي اللي بنشوفها، فهتضطر أنت كمان يبقى عايز يجيلك نفس الشيء علشان تقدر تدعم موقفك، ما يبقاش الجماعة اللي معاك بتموت قصاد أسلحة متطورة. ما احنا واجهنا برضه في 25 يناير كان برضه قدامنا اسلحه وقنابل دخان وكل حاجه، برضه واجهنا وزاره، واجهنا نظام، واجهنا جبروت. يعني انا بشكركم طبعا انكم موجودين، لكن لو حابين توجهوا رسائل تقولوا ايه؟ يعني بنوجه رساله بنقول ان الظلم عمره مش هيدوم على الارض دي. في حد من اصحابك مات؟ استشهد؟ مباريات ولا احمد محمد محمود ولا كله يعتبر ولا ماسبيرو ولا في كله كله. كم واحد مات من اصحابك؟ يعني ستة. ستة ده السبب؟ مش ده السبب، بس لما لقينا الصحاب بتموتوا ما فيش حد بيدافع عنهم، ما في صحابي تاني هيموتوا وفي ناس مش عارفهم هيموتوا. انت ما عندكش مانع تموت؟ لا طبعا ما عندكش. مفيش احسن من دي موتة طبعا، طالما يعني في حق البلد ديت وهتبقى احسن اموت عشان اللي جاي يعني يلاقي بلد نظيفه، بلد متطوره. هتلاقي يعني فقدت الامل في السلميه. فقدت الامل في السلميه. محدش بيسمع راينا، محدش بيسمع اي حاجه. هو العنف هو اللي بيجيب نتيجه. بس انتوا يعني انا مش شايفاكوا شكلكوا بوضوح، وانا بقول برضو باكد ان انا شخصيا ما اعرفش شكلهم ايه. هم زي ما هم كده دخلوا وهيخرجوا زي ما هم كده برضو. ما نعرفش حتى اسمائهم ايه خالص. نعرف بس فقط يعني زميلنا المسؤول عن الفقره لديه المعلومات، ولكن مش هنقولها طبعا لانه ده احتراما للاتفاق معاهم. أنا بس اللي عايزة أسأله سؤال أخير. أنتوا المسؤولين عن التفجيرات أو الأحداث العنف اللي حصلت صيدلية سيف ومش عارفة مؤمن وكلام من ده، أنتوا في وسط البلد؟ في وسط لا البلد؟ لا 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 برضو اللي هي اعترفتوا بكده؟ لا واعتذرتوا؟ لا تعليق. لا تعليق.
انا طبعا بحترم وجهة نظركم. ده بنخرج في فاصل. عموما زي ما شفنا البلاك بلوك المصري لسه بتتكون كمجموعات. البلاك بلوك المصري لسه في اوائل بدايته، بقاله 3 4 ايام من قبل كده يعني الفكرة. قبل 25 يناير باسبوعين. باسبوعين حصل تدريب؟ لا تدريب، مش تدريب، هو بس احنا بنستخدم حاجات بسيطة في اننا ندافع عن دربتوا نفسنا. عليها؟ لا مش تدريب. ايوه يعني مش رايحين الصحراء ونتدرب زي مش ميليشيات ناس، لا احنا عادي يعني اتنين بندافع، يعني بنحاول نواجه بعض في ان احنا نطلع يعني طريقة ندافع بيها عن نفسنا. في بورسعيد والسويس، لا تعليق. اسماعيلية. هخرج فاصل وارجع استكمل حواري مع بعض افراد البلاك بلوك، الفصائل السوداء التي تظهر في مصر للمرة الاولى. نشوف التقرير والفاصل اللي هنطلع فيه ايه اللي حصل في مصر النهاردة، والعزاء للامهات.